اوف 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 وحركات باليد بعد. أيوة. تخلطين. ايوه طب احط الدقيق واخلطه. وش معنى هالحركه؟ هذه نادي الهلال. حلوه. ليش تشجعين نادي الهلال اصلا؟ لانه هو فريق الهلال. انا مره معجبه فيه. واقول لك ليش؟ ليش؟ لاني قابلت كثيرين من هذا لعيبه الهلال. ايوه قابلت لعيبه الهلال. صحبه معاهم. ايوه دائما بينكم عشاء غدا قهوه. أيوة. علي البلاهي. علي البلاهي ايش يقول لك يوم قابلتي؟ انا رحت فيه قلت له هلا هلا باللي جاء ويا مرحبا. طيب نبيك تطالعين كاميرتك برضو وتقنعين الناس انه لازم يشجعون الهلال. ايوه لازم تشجعون الهلال ضروري. اترككم من النصر والاتحاد هذا اتركوها. طب النصر في كريستيانو رونالدو. يقول لحالي ما اسوي له كريستيانو رونالدو. احنا ما ندري. انا مالي شغل. انا اهم بس عندي سالم المدرسه. طبعا. ايوه هذا اهم. التورنيدو. ايوه. طب لو ابوك. ايوه. لو الوالد جاء قال لك شجع الاتحاد، وش بتقولي له؟ لا والله خلاني على فريقي. اقول له كذا. ابدا مستحيل تغيرين. طب لو اعطيناك 100,000 ريال وقلنا لك تشجعين الاتحاد. لو هبيت لي مليون. والله ما اشجع الاتحاد. يا ساتر لهالدرجه الانتماء؟ نعم. هذول هلاليه يا جماعه. الزعيم.